صباح الخير، أهلا بيكم في يوم جديد من أيام صباح الخير يا مصر، اللي أكيد يوم مختلف لأن النهاردة بنحتفل بالذكرى 60 لبداية بث التلفزيون المصري في 21 يوليو عام 1960. بتشرف جدا وسعيد ان معايا الزميله العزيزه دينا عبد الكريم. صباح الخير. صباح الخير، كل سنه وانت طيبه. وانت بالف خير استاذ احمد. وواحده من الحاجات في بعض الاماكن كده يعني وجودك فيها كضيف حتى شرف، لكن انتمائك ليها كمان كمذيع مسؤوليه كبيره. حضرتك بقى النهارده معاك الاثنين. يعني المسؤوليه كونك واحد من الاجيال اللي صنعت التاثير الحقيقي في التلفزيون، وكمان وجودك معانا النهارده حاجه تشرفنا جدا ومرتبطه بجزء جدا ان انا موجود في الصرح العظيم ده، واللي من حسن حظي ان انا كنت جزء منه، لانه تاريخ ورياده واستمراريه التلفزيون المصري بتخلي اي حد يتشرف بالعمل فيه. اتمنى ان اكون ضيف خفيف عليكم، وان النهارده الحلقه اللي بعتبرها يعني حلقه الذكريات الجميله اللي كلنا ارتبطنا بيها، بنقدر ان احنا نعبر عن اهميه تلفزيون مصر القومي اللي تاثيره استمر على مدار السنين 60 سنه كيان إعلامي وطني كان الأول في العالم العربي، وبنتمنى أنه يفضل دايماً الأول بريادته وباحترامه وبمهنيته وسط عالم السماوات المفتوحة اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. النهاردة مبسوط وسعيد ومتشرف وفخور أني في برنامج صباح الخير يا مصر. دينا عبد الكريم، بشكرك ان انت سمحتي لي اكون معاكي في البرنامج. لا انا اللي بشكرك انك قبلت دعوتنا، وحقيقي انت موجود النهارده في بيتك وبيت كل المصريين. وخلينا كده نفتكر سوا النهارده على مدار 3 ساعات، احنا النهارده هنمتعكم احمد مختار الذي تحبونه، يعني على مدار 3 ساعات هنفتكر مع بعض التلفزيون بتاعنا بتاع كل المصريين. التلفزيون المصري واحد من الاماكن اللي طول الوقت كل من ينتمي ليه يحب يسميه بتاعه هو بس، لكن هو الحقيقه هو بتاع كل المصريين، والحقيقه كمان انه بتاع العرب كلها، بتاع المنطقه العربيه. كان اسمه التلفزيون العربي في الاول. ودي حاجه من المعلومات اللي خلينا نفكر نفسنا بيها، انه الدور الاصلي للتلفزيون من اول لحظه الرياده كانت في الدور، مش كانت بس في المبنى العظيم ولا في الكفاءات الكبيره اللي بدات التلفزيون المصري، لكن كان في الدور اللي اخده التلفزيون من اول لحظه، التنوير والتاثير. يمكن دول اكتر دورين العالم كله مازال يعني محتار في السر فيهم، مين اللي يبقى قادر يبقى عنده تأثير، ومين الذي يستطيع حمل يعني شعلة التنوير. التلفزيون المصري عمل المعادلة الصعبة دي على مدار سنين طويلة، كله ثقافة وعلوم وفنون. بالضبط، يعني يمكن ده الشعار اللي احنا سمعناه في غنوة، ده اتحقق في حياتنا بمنتهى السلاسة ومن غير ما كنا نحس. يعني احنا جيل الرواد بقى وجيل العمالقة، في أجيال كده أثرت فينا كلنا، واللي خلتنا ويمكن شدتك وشدتني ان احنا نيجي المبنى ده ونبقى مذيعين فيه، ان احنا اتأثرنا وحسينا انهم بيعملوا حاجه جميله، وان احنا نفسنا بس نشارك ولو بجزء. طب انا اعترف لك بحاجه بقى. اتفضلي. يعني لما استاذ احمد مختار كان بيقدم اماني واغاني، انا كنت لسه بحلم بقى، يعني كنت بنقعد نقلدهم، وكنا بنقلد المذيعين بيعملوا ازاي وبيتكلموا ازاي، ودي كانت واحده من رسائل التاثير الغير مباشر. اعتقد ولا حد من الكبار دول كانوا عارفين انه في اجيال بتتعلم منهم، ولا كمان احنا كنا نتخيل انه ده يبقى التاثير في حياتنا ممتد لفتره طويله كده. انا عايزه كمان النهارده واحنا بنفتكر 60 سنه على التلفزيون المصري اللي بدأ مع بداية ثورة يوليو، الوقت اللي كان فيه تغيير حقيقي في شكل الحياة السياسية في مصر، حصل تغيير حقيقي في شكل الحياة الاجتماعية كمان في المنطقة العربية بفضل التلفزيون المصري.